سلم جيل كله شرب من نيل اللي رسم على ورق البرج واللي نحت تماثيل بالتفصيل أمير 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 ورحلة الأساطير جوه الأساطير أجدادنا يا ما رفعوا شأن بلادنا وحنفضل نحكي ونحكي لولادنا والأحفادنا جوه الأساطير أجدادنا يا ما رفعوا شأن بلادنا وحنفضل نحكي ونحكي لولادنا والأحفادنا يا بلادي كبير هنلاقي جواه اساطير نسمعها ويا الجد ونروح لها ويا امير 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 ورحلة الاساطير انت ليه رفضت هدية هميس بنت عمتك؟ انا ما رفضتش هدية هميس، انا لقيتني مكسوفة البسهم. ما انت دايما بتلبسهم. بصراحة حسيت اني مكسوف من نفسي، ده في ناس من سني قدروا يغيروا التاريخ، علشان كده التاريخ خلدهم، مش كده برضو يا جدو؟ لو انت شايف كده بقى يبقى كده مظبوط. يا جدو مش انت دايما كنت بتقولي كده وكان نفسك اتعلم كده؟ مش مهم انا عايز اعلمك ايه او انت اتعلمت ايه، المهم انك تحب اللي تتعلمه وتفهمه. هيه انا جيت انا جيت نورت البيت، انا جيت نورت البيت. هاي يا سلام، خدت حته الدش ما حصلش، نقعت روحي في البانيوم ساعتين، انا حاسس ان ريشي وقع من الميه. لا يا صاحبي، انفش ريشك ويلا عشان توصلني. اوصلك فين؟ مطرح ما جبتني، عند الملك اخناتون. اخناتون مين يابا؟ ما حدش يروح لك في اخناتون، انا ما صدقت جيت هنا. اسمع بقى، انت هترجعني مطرح ما جينا؟ ايوه، ولا عايز الفرعون يعتبرنا هربانين؟ ده ممكن يجيب تأثير عكسي في المحاكمة، وساعتها هقول ان انت اللي عملت كده، وساعتها الفرعون حينتفلك ريشك ريشة 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 ريشة. لا يابا، يلا بينا، اتصل شوف لنا ليموزين. ليموزين ايه ده بقى اللي حنروح بيه لقصر الفرعون؟ زي ما جبتني هترجعني، هركبك. تركبني ايه؟ انا ظهري اتقطم، انت كده هتهدلي حيلي قبل ما اخش دنيا؟ انا عايز اتجوز ام اردانة وتخلف اردين مقطقطين. بعد المحاكمة ما تخلص ان شاء الله، مش يمكن تتسجن؟ اتسجن ليه يا صاحبي؟ انا مالي، انا لا قطعت دراع ولا قطعت رجل، انا اللي اتقطع نفسي في الليله السودة دي. خلي بالك، كلهم سامعينك. انا اللي اتقطع نفسي في الليله البيضة دي. احبك وانت جبان. لا حبيبي، عيش جبان تموت مستور. يا راجل. راجل ايه بقى؟ ده انا ابو اردان. كنت اتوقع هذا الغضب من كهنة امون. إن كهنة الإله آمون رع رافضين بشدة فكرة الإله الجديد آتون. توقعت معك هذا من قبل، لكنني سأستمر نفرتيتي الجميلة. ماذا تنوي فعله أيها العظيم إخناتون؟ لابد من عبادة الإله آتون، وأنت نفرتيتي الجميلة ستشاركين الاحتفالات الدينية لهذا الإله. معك في كل الاحتفالات الدينية أيها الفرعون العظيم. فلنقم معا الاحتفالات الدينية بالإله الجديد، وليظهر أدب جديد يتميز بالأناشيد للإله آتون. فلنفعل يا مولاي، ولكن أخشى أن تنشغل بالإله الجديد وبالإصلاحات الدينية وتنصرف عن السياسة الخارجية وإدارة البلاد. لا تقلقني فرتيتي، أنا أعلم أني أدير إمبراطورية كبيرة ممتدة من أعالي الفرات وحتى النوبة جنوبا، ولكني سأعمل من أجل توحيد الآلهة من أجل الإله الواحد آتون.
فيما تفكر يا مولاي؟ أفكر في بناء عاصمة جديدة. عاصمة جديدة؟ أبعد عن طيبة وعن كهنة آمون رع، أنتقل إلى عاصمة الجديدة أخيتاتون. أخيتاتون؟ نعم، أشجع فيها الفن، النحت والرسم وأدب الأناشيد الجديدة ليعبد فيها وفي كل مكان الإله الواحد آتون. لك ما تريد يا مولاي؟ سأبني فيها قصراً كبيراً ومعبداً جديداً للإله آتون، تحيطهم المدينة الكبيرة أخيتاتون، وسأنقل مركز الحكم إليها. إنها المدينة الحلم، المدينة الحلم أيتها الجميلة نفرتيتي. آه يا سلام، مدينة جميلة فعلاً، والمعبد جميل جداً. أنت قلت لي اسمها إيه؟ اسمها أخيتاتون، عارف معناها إيه؟ أفق آتون. المدينة دي في المنيا، مكانها دلوقتي تل العمرنة زي ما أنت شايف كده، فيها تميز بالتخطيط العمراني وكانت على مسافة كبيرة، لكن طبعاً اللي باقي منها في زماننا دلوقتي يا دوب شوية أثار. طب إحنا هنقعد مستنيين هنا لإمتى؟ لحد الفرعون ما يخرج من المعبد يا فالح. وهو بيخرج من المعبد ده بيقعد بكام يوم ما يخرجش؟ أقرأ في عيونك الكثير يا نفرتيتي الجميلة. الفرعون العظيم، منذ قدومنا للعاصمة الجديدة أخيتاتون، وأنت مشغول بفلسفتك الخاصة وإصلاحاتك الدينية، إن إمبراطوريتك يا مولاي انفصل منها الجزء الأسيوي، وفي طيبة في الجنوب كهنة آمون رع يكيدون لك المكائد رفقاً بك وبقلبك الكبير. إنني أحيا حياة لا ترونها نفرتيتي. أحياها معك يا حبي الأكبر، يا مليكي وأبو بناتي الجميلات، ولكنها الحياة الدنيا تناديك ألا تزهد فيها أكثر من هذا. وبعدين يا جدو؟ مات إخناتون بعد 12 سنة من حكمه، كان غارقا في التعبد، حتى ما كانش عنده وقت يرد على رسائل ملك الحيثيين اللي كان بيبعت له يهنيه بالعاصمة الجديدة. مات وهو مخلف من نفرتيتي 6 بنات، وكان متجوز واحدة تانية كان اسمها كيا، وكيا دي كانت أم ابنه توت عنخ آمون. وده مدفون فين يا جدو؟ الحقيقة استمر البحث عن مقبرة الملك إخناتون من أول ما عثروا على أول مقبرة من مقابر وادي الملوك في القرن 19 وفي القرن 20، وما وصلوش لنتيجة مؤكدة لحد ما بدأت الدراسات التي أجراها المجلس الأعلى للآثار وجامعة القاهرة. أعلنوا في فبراير 2010 إن الفريق اكتشف من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحليل الجينات أن المومياء في المقبرة 55 في وادي الملوك هي مومياء الملك الذهبي توت عنخ آمون، وتبين من نتيجة الأبحاث أنه توفى وسنه 45 أو 50 سنة. ومن تحليل البصمة الوراثية تأكد فعلاً إنه الملك إخناتون، وإنه والد توت عنخ آمون ابن زوجته التانية كيا. ده علم عظيم يا جدو. كانوا كلهم عظماء. حضرتك مش هتنام دلوقتي؟ لا يا حبيبتي، لسه هكمل قراية. نام انتي. تصبح على خير يا جدو. وانتي من أهل الخير يا حبيبتي. هي الملكة نفرتيتي دخل المعبد ليه؟ وانت مالك انت؟ من يوم ما مات جوزها الفرعون وهي شايلة الحمل لوحدها، مسكينة. جميلة قوي. اتأثرت هي والشعب بغياب الملك إخناتون. انت عارف ان الملكة نفرتيتي والملك إخناتون كانوا هما الوسيط بين الشعب والإله آتون، لكن دلوقتي بقت لوحدها. والوحدة مرة يا حبيبتي،
صعبان علي آخر حاجة، والله فكرت أطلب إيدها واتجوزها واكسب فيها ثواب. تتجوز مين يا بسطاوي؟ انت عارف لو واحد من الحرس دول سمعك هيسلقوك عشان الملكة تتعشى بيك الليلة. أنا خرست خالص يا صاحبي أهو. الإله آتون، منذ موت الفرعون العظيم إخناتون، وأنا ألتمس البركة منك وحدي. لقد مات إخناتون عشقا في فكرة التوحيد. إنني أخاف على هذه الإمبراطورية العظيمة. أنا من ساندت إخناتون في الاحتفالات الدينية والاجتماعية، حتى في حملاته العسكرية ضد الأعداء. الآن أخشى من المكائد التي تحاك في الجنوب من كهنة آمون رع. امنحني البركة والقوة، وألبسني ورع إخناتون وتقواه. مولاتي، ماذا تريد؟ مولاي يستأذن بالدخول. من مولاك هذا؟ مولاي توت عنخ آمون. توت عنخ آمون؟ غير زمن السكوت بين جدران البيوت، أمجادك ساكنة فيها حكاوي مش بتموت. كامل وعرابي ومينا زغلول ونجيب محفوظ، تاريخ كبير عظيم في قلبنا محفوظ. من أحمس للأيوبي ابن العاص والسادات، كيلوباترا ونفرتيتي تاريخهم عمره ما مات. قلب في الماضي كله في نكتة حلوة تعيش، في دفا وأصالة صوت عمنا سيد درويش. قلب في الماضي كله في نكتة حلوة تعيش، في دفا وأصالة صوت عمنا سيد درويش. هتلاقي نفسك وقيمتك في تاريخك الكبير. الأساطير.